زي دي كده يا شباب. اول حاجه الليمف نود بتعرفها ازاي؟ ان هي ستراكشر يبان وانت بتعمل فانينج كده، يبان ثم يختفي، يبان ثم يختفي. يعني بص على ده كده، ده هطلع كده اختفى، هنزل تحت ظهر وبعد كده اختفى، ظهر واختفى، ظهر واختفى، تمام. طيب الليمف نود شكلها ايه؟ اوبلونج كده، اكيد مش شيء، هي هايبر كوك بس فيها سنتر كده، ايه هايبر كوك، تمام. ده شكل التيبيكال ليمف نود. تتقاس لو هتقيسها بقى احنا بنقيس تو دايمنشنز، بس انا يهمني اكتر ترانسفيرس، يعني ده الدايمنشن اللي هو اللونجيتيود بتاعها، وده الشورت اكسس اهو، هي ما تعديش ال 1 سم. فوق في اللينس ولا في ده اي دايمنشن بتاعي انت هتيجي تفرد عليها بالشكل ده، هو ده كده كده الشورت اكسس، يعني انت فرد عليها كده اهو، لو فرد عليها كده برضه ستيل ده الشورت اكسس اهو، شورت اكسس اهو، انا واقف تي اس او واقف ال اس برضه ده شورت اكسس، تمام. طيب طيب احنا هنقول ايه تاني؟ الشيست يا شباب، هنشوف بس كده معاك الحين. طيب اللي احنا قلنا بنعمل اكزامينشن ازاي؟ وهو نايم كده، كنا بنقسم اللنج الابر وميدل ولور، صح؟ وبعد كده قدام برضو ابر وميدل ولور، وبعدين اكزيلري ابر ولور، ابر ولور وبوستيريور سوبرا سكاب وبارا سكابلر او بارا فيرتبرال وانفرا سكابلر. طيب لو انا هقف في اي فيو عندي في اللنج هيظهر معايا ايه كستراكشرز؟ انا واقف هنا مثلا لونجيتيودنال بالشكل ده، تمام اهو، ايوه ده سكن سبكوتينيوس، وبعد كده المسلز اهي ابتدت تظهر معايا هنا. خد بالك المسلز دي مش الانتر كوستر، دي الانتر كوستر اهي، دي الريبس صح؟ ما دي ايه؟ بكتوراليس بالظبط. هنا من ناحيه اللي قدام يبان مسل زياده اللي هي ايه؟ انتيريور تشيست وول مسلز اللي هي بكتوراليس مسل، وبعد كده دي الانتر كوستال مسل. امال ايه الخط الابيض ده؟ تخين بلورال لاين، ثم ايه الخطوط دي؟ الاي لاينز. طيب هنيجي نقف كده هنشوف بقى الايه؟ السلايد. طيب في خطوط رفيعه بيضاء بتبدا بنقطه كده زي راس بيضاء، وبعد كده خط رفيع وراها ومش مكمل للاخر، ده يبقى ايه؟ صح؟ ايوه ده الكوماتيل ارتفاك، اهي شايفين اهو بيظهر هنا كده، شايفينها؟ مش مكمل للاخر، حاجه صغيره كده مش مكمل للاخر، ده يبقى ايه؟ اي لاينز، عفوا اللي هو ايه؟ زد لاينز او اللي هي كوماتيل ارتفاك. طيب دي السلايدنج، عايزين نبص عليها كده، دي النورمال سلايد، شايفين؟ تطلع وتنزل، والاي لاينز دي النورمال بتاعت، امال ليه الحته دي مش باين فيها اي لاينز؟ عشان في ايه هنا؟ ريب وعامل شادو، هو ده عامل شادو وراها. اوكي فوركس يظهر اليوموس فوركس بقى، هتلاقي الحته دي ما فيهاش سلايدنج، تلاقي هنا في قبه كده، الحته دي بتطلع لفوق بلورال لاين بيقب لفوق كده، وبعد كده يبقى سلايدنج هنا ومفيش هنا، او العكس يعني في هنا ومفيش هنا، على حسب اليوموس فوركس فين. وراه شادو اسود زي بتاع الريب كده، بس طبعا مش هيبقى فيه ريب، يعني انت مشكلتك مش في الريب، هتبقى مشكلتك ان في هنا هواء في البلور. اوكي طيب، وبعدين ببتدي اعمل فاننج ال اس وتي اس في نفس المكان كل مره. فباك سلايدنج تبان ال اس وتي اس برضه، يعني بلور سلايدنج يبان كده او كده، بس الاحسن في ال اس لان ده هو الاكسس بتاع الحركه فوق وتحت كده، تمام. طيب نفس الكلام هنعمله هنا وهنا وورا، ونفس الفيو كل حاجه بتبان هي هي. طيب لو انا عايز ابص على الميديا ستاين، بص عليها ازاي؟ سوبرا سكاب صح، لازم يبقى اكسبوجر احسن من كده طبعا، المفروض لو في تشيست او تراساند يقلع خالص، تمام. طيب ابص سوبرا سكاب تي اس الاول وبعد كده ال اس. طيب عايز ابص معاكم الاول على دي، شايفين دي؟ ده الثايرويد جلاند، دول التو لوبس بتوعها، ودي مين؟ الاسمس. امال ايه اللي ورا ده؟ التراكيه بالظبط، يعني دي مكان التراكيه، وبيبان برضه خطوط بيضاء وراها شادو، ليه؟ لان هي فيها ايه؟ هواء صح؟ طيب وايه اللي قدام ده؟ فين؟ ده ستراب ماسلز، دي ستراب ماسلز، انت بتشاور على ايه؟ ده الثايرويد كلها، لا الجزء اللي في النص اللي هو ده ده ثايرويد، في حاجه قصدك تحتيه؟ ده جزء من الكارتج، بص هتلاقي فيه بيختفي ويظهر، دي الهايبوكوك لاينز اللي هي التراكير رينجز، ايوه تراكير رينجز، تمام. ليه هايبوكوك؟ عشان فيها ايه؟ كارتج، هي كارتج صح؟ تمام. بص بتظهر وتختفي، بتظهر وتختفي. هايبوكوك لاينز دي هي دي تراكير، مش كارتج. لا ده اير اللي جوه والعامل بعد كده ديرت الشادو، ده اير جوه التراكير، تمام معايا؟ طيب لو في هنا تيوب هتلاقي فيه بقى وول جوه الوول، منظر وول جوه الوول، كان الابيض ده تلاقي فيه خط ابيض تاني، ممكن اجيب لك ليها صور المره الجايه، تمام. طيب هنزل بعد كده لتحت كده هيبتدي يظهر حاجه تانية هنا، ده شايفين ده؟ السايموس جلاند. بص لفوق كده يا محمد شويه، افرد رقبتك، افرد رقبتك ورا، افرد رقبتك ورا شويه، ايوه. طيب خلينا نقف ال اس كده نجيبها اوضح،
النودز دي بقى يعني هي زي الليمف نود كده بالظبط؟ لا هتعرف عن الليمف نود لونجيتيودنال مش ترانزفيرس. انا كده واقف لونجيتيودنال دي هنا السيرويد اخرها اخر لوب الحته دي بقى ده جزء من مين؟ السايمس تبقى تحتيها على طول لازقه فيها اوموس لازقه فيها كده وفيها ستيبلنج هتلاقي فيها حتت بيضه كده جواها مواد بيضه كده تمام. طيب الريزولوشن طبعا بتاع الجهاز مش احسن حاجه عشان كده الصوره مش واضحه قوي بس احنا ممكن نشوفها تاني بالجهاز التاني على الطفل التاني اللي هيخش ممكن تبقى اوضح. المسلز فوق سوبرفيشال السيرويد مش نفس الليفل نفس الليفل اللي بيكمل معاها تحت هي دي مين دي كده الايه السايمس تمام. طيب بعد كده في بيوز تحت اللي هي الاسترنال نفسها بس الاسترنال هنا ويل فالسيفاي هتلاقي ان هي عامله شادو وراها بون وعامل شادو تمام. دي الاسترنال اما فين البارا استرنال بقى ليفل اللي هو ده يمين وشمال هتقف يمين وشمال ترانزفيرس ثاني ترانزفيرس والاس الاثنين ثاني فوق وتحت ببص بشوف انا شو انا المفروض هيبان معايا ممكن يبان معايا جزء من السايموس او يبان معايا الهارت من هنا او ناحيه شمال او ناحيه يمين يبان معايا لانج زي هنا اهو شدتين اللانج تظهر والناحيه الشمال يظهر مين ده ببساطه الهارت تمام. في جزء من السايموس ممكن يبان معايا جزء من السايموس اهو مين ده جزء من السايموس طبعا مش واضح قوي بس دي هنا حته سوفت قدام الهارت ودي جزء من السايموس. طيب لو وقفت ال اس برده نفس الكلام. طب لو في لينفوم او حاجه في حاجه تبان لينف نودز هتلاقي حاجات كلكيه بقى سوفت تيشو كده ليجنز كلهم اجمجميتد مع بعض مدورين وفي المكان ده ريبليسنج بقى اي حاجه نورمال ريبليسنج بوشنج الهارت بوشنج الاسم السايموس بوشنج اللنج يمين وشمال فده ساعتها يبان ان هي في ماسز احنا ما نقولش لينف نودز احنا نقول في ماس بعد كده بنعمل بقى منها سي تي ويبان بقى هي ايه النيتشر بتاع الماس سي تي عادي لا احسن طبعا سكونتس بقى الماس يبقى احسن سكونتس. البلورال ريسيسز الحقيقه الاحسن فيها هو الكونكس فلو مش الجينيا فلو حتى لو كان طفل صغير حتى لو كان يونيت تمام. دوست فوق خلاص اليوسر يعني اخترت هنا اللي عندي اللي موجود مثلا دي الاوبشنز اللي موجوده في الجهاز ده في لون في اجزاء فيها لون او فيها تشيست بالنسبالي حاجة سوبرفيشيا ممكن تفكر السوبرفيشيا ماسكو سكيلتال ممكن السيرويد على فكرة حلو في معظم الفحوصات يعني حتى لو مكانتش السيرويد يعني حتى انا لو بدور على بندكس بختار سيرويد او ممكن اختار بريست كمان ما اختارش سوبرفيشيا بيبقى سوبرفيشيا القوي بيجيب لك ليه سوبرفيشيا القوي قوي زيادة عن اللزوم تمام. الليمسكي بيبقى برضه سوبرفيشيا ومركز على الماسلز الانتيور دون رول مثلا او في الشيست رول او كده فبختار سيرويد لو ما عنديش اوبشنز ثانيه بختار سيرويد. بدياتريك الماكينه بدياتريك دي يعني برضه بتديك دبس بس الريزولوشن بتاعها مش حلو يعني مش حلو مش احسن حاجه فبختار السيرويد يعني السيرويد بيبقى احسن بقى ساعتها في الوضع ده. طيب لو عايز اجيب الرول اساس فين جبناها من هنا صح جبنا الحته دي ده الميرور ايمج كان المفروض المثلث ده هيبان فيه ايه الرول اساس ناحيه اليمين ناحيه الشمال اهو المثلث ده طيب ممكن تقعد كده سوبرا سكابلا وبارا سكابلا ونفس الكلام اللي انا ببص عليه هنا ده شكل الكوبري سكوب يا شباب نفس اللي احنا كنا شايفينه في الجينيا طبعا الريزولوشن بيبقى اقل شويه والدبس اكتر ده ايه شايفين ده برده السلايدنج النورمال سلايدنج بتاع البورا ودي الاي لاينز مش واضحه طبعا قوي زي اللينيا برو صح وفي حاجات هنا ممكن تشككني ان هي في بي لاينز صح بس هي مش بي لاينز يعني بص الكوبكس جروب ساعات بيعمل الحركه دي يبان لك انها بي لاينز واصله لغايه الاخر بس تبص باللينيا برو لا تلاقيها عادي كوماتيل ارتفاكت ما فيهاش اي مشكله تمام. طيب وبعدين الحته دي يا شباب هبص تحت كده عشان اجيب مين مهمه جدا الحته دي اللي هي بارا فيرتبرا دي مين يا شباب هنا كدني صح هطلع فوق شويه اهو هبتدي يظهر معايا ايه هنا؟ اللنج هطلع فوق هنا اهي السلايدنج موفمنت بتظهر معايا تمام اهو بتطلع وتنزل الحته دي بقى لو فيها فلود يتجمع هنا بوقف ورا فيرتبرال عند بدايه الصوره خد بالك اني واقف فوق بس هو ده فعلا ده مكان اخر الصوره بس لما نزلت لتحت يظهر مين؟ كدني اهي وبعدين هنا ايدي اللنج اهي ابتدت تظهر تمام يبقى ده الحته اللي بتتكون فيها بلور ريسيسز اللي ايه تتجمع لي الحته دي. خلينا نبص بالدنيا بروف كده على الجي لاينز دي شكلها ممكن تطلع حاجه فعلا